ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون ريفيو عن البرفيوم التحفه ده من فيكتوريا سيكريت. زي ما انتم شايفين انا كنت عايزه اعمل لكم ريفيو ده من زمان جدا، بس كنت عماله اجل على اساس ان انا عايزه افرجكم البوكس الفظيع اللي انا كنت مشترياه فيه، بس هو للاسف في مصر وانا اتحبست بسبب الكورونا ومش عارفه انزل اجازه، فقلت لا ما بديهاش بقى، انا هصور لكم الفيديو ولو عرفت ابقى احط لكم صوره البوكس هبقى احطه لكم. فيكتوريا سيكريت بتعمل في اخر السنه كده زي بوكسات بتجمع فيها المنتجات بتاعتها، بتبقى حلوه قوي كهدايا لو تجيبيها هديه لاختك صاحبتك لعروسه مثلا، بتبقى شكلها تحفه تحفه تحفه. انا وقتها كنت جايباها لنفسي، انا ما جاتليش هديه، انا جايباها لنفسي هديه، كان عيد ميلادي وحبيت اهدي نفسي بحاجه شكلها مميز وكده. فالبوكس كان بوكس مدور كده دورين بيتفتح كده اهو بشريطه ساتان ولونه بينك، وكان فيه المجموعه التحفه دي، البرفيوم ده 100 مللي والبودي سبلاش ده حجم كبير برضو عادي 250 مللي، وحجم صغير من 100 مللي من شاور جل برضو بنفس الريحة اللي هي تيز و او نوار تيز، و بودي لوشن برضو من نفس الريحة برضو، ورول صغير قوي للشنطة من نفس الريحة. فعجبتني جدا جدا وقتها وقررت ان اشتريها لنفسي. هكلمكم عن الريحة في الاول، دي اسمها نوار تيز او تيز زي ما نازلة بالشكل الجديد، ده الشكل القديم اللي هو البخاخة بتاعته اللي هي كده بالبومب دي وبالفيونكة بالطريقة دي، بتبقى ده شكلها. هم غيروا نزلوا دي، انا جايباها حوالي من حوالي سنتين، فطبعا الشكل الجديد نازل في سنة 2017 نزلوه، ونزل من حوالي سنة كده شفته هنا شكله لغوا اصلا اللي هي البامب دي، لغوها لان للاسف كانت مشكلتها ان هي ما ينفعش تاخدي الاس دي معاكي وانت خارجه خالص، لان مش محكمه الغلق 100% للاسف، دي اصلا بتتفك، يعني دي بتتفك، وكان في جاي معاها غطا اسود صغير كده بيقفل بيها وانا في البوكس، وانا ركبت عليها اللي هي البامب دي او البخاخه دي، يعني دي ممكن استعملها تاني اعبيها باي برفيوم تاني عندي. فطبعا مش محكمه الغرق جامد، فكانت بتنزل وفي ناس حصل معاها كده، وكانت دي مشكله، يعني دي مشكله البامب دي. هي شكلها كلاسي وشيك وستايل قديم وكيوت كده، بس مش عمليه خالص للخروج. فهم غيروا شكلها بقى ده الشكل الجديد، هوريه لكم في الموبايل، يعني ده بقى الشكل الجديد بتاعها، ازازة عادية خالص، وده الغطا بتاعها طبعا، وفيها برضو وبتبقى فيها فيونكة من الجنب، بس ده تقريبا الحجم الصغير بتاعها. هوريك صورة تانية اهو، ده الشكل الجديد بتاعها، هو ده شكله. انا عن نفسي ده شكله اشيك واحلى، بس زي ما قلت لكم هو مش عملي قوي. الازازه زي ما انتم شايفين فيها الدانتيل، البامب ده كده كانك ستايل قديم قوي، هنا كان شكل شراب كده. اسمها نوار تيز او تيز، الاثنين واحد. الريحه بتاعتها زهري فواكه، ريحتها جميله جميله ناعمه انثويه، سويت بس بسيط قوي، يعني مش ما تعتبرش وتصنف انها شجري او ان هي ريحتها مسكره قوي، لا هي انثويه بنعومه، يعني ناعمه كده وسويت على ناعم قوي. هي فيها الفانيليا وفيها الزهور وفيها الفواكه وفيها الشوكليت، فمديها نعومه وفي نفس الوقت فريش كده. يعني انا وانا حطاها بحس ان انا بنوته لابسه بيجاما ساتان لونها بينك، او قميص لونه بينك، او يعني ريحته بتحسسني ان انا قاعده في اوضه كلها لونها بينك، هو ده مشاعري ناحيته. وسكسي جدا 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 جدا، مغريه، تحس ان انت وانت حطاها في اغراء كده. هي
المفروض المكونات بتاعتها، فيها المقدمة بتاعتها فيها التفاح الأحمر واليوسفي والكمثرى والقلب بتاعها فيه الجاردينيا والفريزيا والياسمين، والقاعدة بتاعتها هي دي بقى الجميلة قوي، هي فيها الفانيليا والجاوي والشوكولاتة وخشب الصندل والمسك والعنبر. القاعدة بتاعتها جميلة قوي، هي اللي مخليها ريحتها ناعمة وأنثوية وسكسي جدا. ثباتها بصراحة مش قوي، يعني متوسط، أو يعني من متوسط لأقل من المتوسط بشوية. يعني في الهدوم بتقعد شوية، مثلا على الجلد لأ، هما ساعتين بالكتير قوي على الجلد. لكن هي انا عن نفسي الحتة دي ما بتفرقش معايا قوي، المهم ان الريحة عجباني، بس في ناس بيفرق معاها قوي الموضوع ده. فهي للأمانة مش احسن ثبات، وثباتها مش قوي قوي، بس ريحتها جميلة قوي 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 قوي. وهي من الحاجات اللي ما بتتغيرش، او فيكتوريا سيكريت مش بتشيلها، يعني هي بتفضل موجودة في فيكتوريا سيكريت من الروايح اللي هي مش ليميتد اديشن يعني. بس كده يعني بيشيلوها يغيروا شكلها ويرجعوها تاني زي ما نزلوا الشكل الجديد. البودي سبلاش بتاعها ريحته بصراحة برضو ضعيفة، مش قوية قوي، يعني برضو ثبات اللي هو ساعة ساعة ونص كده بالكتير جدا، ضعيف جدا الثبات بتاعه. البودي لوشن حلو، يعني معقول، يعني يعتبر كويس بالنسبة ان هو بودي لوشن. الشاور جل عادي زي اي شاور جل اللي هو وانتي بتغسلي بيه وبس. طبعا فكرة الرول دي حلوة قوي لان فادتني، كنت لما بكون عايزة اخرج بيه مثلا بقوم واخداها بس وسايبة دي، لان دي زي ما قلت لكم ما بينفعش انتي تخرجي بيها برا. بس كده، هو ده كان الريفيو بتاع النهاردة. انا بالنسبة لسعرها، انا مش عارفة سعر المجموعة كان كام، لان انا ناسية كنت مشتريها بكام، بس اللي انا فاكراني هي كان اوفر باي وان جيت وان فري من البوكسات، فانا ساعتها جبت البوكس ده والبوكس بتاع نايت، هبعمل لكم عنها ان شاء الله ريفيو برضو تاني مع بعض، بس مش فاكرة كان السعر كام. اما بالنسبة لسعرها هي لوحدها، ففي الستور بتتباع الكبيرة ال 100 ملي ب 340 ريال، وال 50 ملي ب 260 ريال، ولكن طبعا ما تشتريهاش بالسعر ده لان هي بينزل عليها سيل، بينزل عليها اللي هو باي 1 جيت 1 او 50% عادة يعني، واحيانا بينزل اكتر من كده بس مش دايما، يعني في الاغلبية اللي هو السيل اللي بيبقى اكتر من 50% بيكون على الحاجات اللي هي مش مشهورة. الحاجات المشهورة دي عادة بينزلوا عليها باي وان جيت وان او 50%. بس كده، واتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. الريحة دي تنفع لأي وقت، انا بحس ان هي تنفع لأي وقت، الصيف، للشتاء، الصبح، بالليل. ريحة كيوت ناعمة، مش حاسة ان هي ليها يعني ليها وقت معين او اقول لكم مثلا لا دي شتوي لا دي صيفي، لا هي لكله. بس هي ناعمة وفيها كده سن الدفء وسويت خفيف. اعتقد انها من الروائح اللي هتناسب كل الاذواق، زي بالظبط لاف فيزيفينلي اللي قلت لكم عليها، مفيش حد شمها الا وعجبته. دي برضو من الحاجات اللي انا مش هيحصل عليها اختلاف، يعني اي حد هيشمها انا متأكدة انها تعجبه. اخواتي لما شموها عجبتهم، مع انه كل واحدة فيهم ذوق مختلف، انا شخصيا عجبتني رغم ان انا ذوقي مش بحب الحاجات الصيفي قوي او الفريش قوي، وبحب برضو السويت، دي في النص فعجبتني. فلو انتي سواء انتي بتحب الحاجات التقيلة او بتحب الحاجات الخفيفة، جربيها، انا متأكدة انها تعجبك جدا جدا جدا. بس كده، ومتنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم اللي بيحبوا او مهتمين بالعطور، علشان يتابعوا القناة لانها فيها عطور كتير جدا. والفترة الجاية ان شاء الله ناوية ان انا اركز شوية في المحتوى ده. وكمان لو انتي عايزة ريفيوهات عن برفانات تانية اكتبيلي في الكومنتات، يمكن تكون عندي فانزل الفيديو بتاعها بسرعة. وترقبوا فيديو ان شاء الله مفضلاتي عن العطور او من العطور، هعمل لكم فيديو هجمع فيه كل المفضلات بتاعتي وانزلها لكم ان شاء الله قريب جدا. وباي باي.